الأطفال من عمر 6 أشهر لخمس سنين. أنا دعاء مصطفى، متطوعة بالدفاع المدني السوري، مديرة مركز صحة النساء والأسرة السادس في منطقة الكندرلية بريف قباسين، موجودة هلأ بمنطقة تضم عدد من السكان المهجرين قسريا، وفي ظل إنهاك القطاع الصحي والبنى التحتية الشبه المعدومة. كل هاي الأمور زادت بشكل كبير من مأساة السوريين، وزادت عدد الحالات اللي بتحتاج لرعاية صحية، وهذا دورنا يوميا عم نقدم الخدمات داخل المركز وخارجه لعدد كبير من المدنيين معظمهم كبار في السن والأطفال يلي بيحتاجوا لرعاية صحية مثل قياس الضغط والسكر والخدمات الصحة الإنجابية من مراقبة حمل بعد وقبل الرعاية الولادة للأم والطفل، وخدمات تمريضية مثل فتح الوريد وأعطاء اللزوم الطبي للمستفيد وخياطة الجروح وضماد الحروق، بالإضافة لجلسات الإرزاز والزيارات المنزلية. من خلال الجولات التفقدية على المخيمات بنقدم أيضا الخدمات الطبية مثل تركيب قطاطر بولية ووريدية وضمادات للجروح والحروق أيضا للأشخاص اللي ما بيحسنوا يوصلوا للمراكز بسبب وضعهم الصحي أو عدم وجود نقاط طبية قريبة في المنطقة من مشافي ومراكز طبية. وهذا الشيء أثر بشكل إيجابي وكبير بتقديم الخدمات لأهالينا والحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأرواح. إذا اجت حالة إسعاف موجودة.